ويلقى الله روحنا. مش عارف جوه بقى بالظبط في مكان جوه. بص يا جماعه، احنا كنا قلنا المره اللي فاتت ان الفيل بتاع اي سميته الريسبتور من ضمن المصير بتاع الامبلس، يا اما تعمل immediate reaction يا اما extend to high level to produce sensation. ان احنا بنقول امبلس او stimulus، الستيمولس تعمل استيميشن للريسبتور، بتعمل حاجه من ثلاثه، بتعمل اميديت رياكشن. الكلام ده لو وصل للسبانال كورد فممكن تعمل سبانال ريفليكس او ممكن تعمل اوتونوميك ريفليكس. وممكن الستيمولس ده ياثر على الريسبتور اللي كانت بتحول لاكشن بوتنشال في السنسور نيرف واسند الهاير ليفل عشان تدي سنسيشن. يبقى اذا عشان احس باي حاجه لازم توصل للسبانال كورد. وزي ما قلنا في الاول خالص ان البرين فيه تو هيمسفير، كل هيمسفير البرين نفسه اللي هو السريبرم مرسوم بالفشر للوب، اللي قدام ده اسمه فرونتال لوب، واللي ورا السنترال سالكس اسمه بارايتال لوب. في لازم الفشر فاصل فرونتال البرايتال السنترال، وهنا كده نقطتين سبورتي. وفي حاجه اسمها ليمبك سيستم، ده اجزاء البرين اللي هتاخدوها معانا ومع التصوير مع النيرو اناتومي. ده فرونتال لوب وده الموتور اريا موجوده فيه، وده فرونتال لوب وفي السنتر اريا، وده التمبرا لوب وفي السنتر بتاع الهيرنج، وده الاوكسيميتال لوب وفي السنتر بتاع الفيشر. عشان احس باي حاجه لازم توصل مكان في البرين ورا السنترال سالكس. المكان ده هو يبقى في البراسة اللوب. المكان ده هو بنسميه بوست سنترال جايروس. خدوا بالكم، في فيشر يعني شقوق بتقسم البرين للوب، وفي فيشر صغيره برضه بتقسم كل لوب لاريا فيها برين تيشو، الاريا دي اسمها جايروس. كل جايروس فيها اريا ثانيه مرقمه حوالي 50 اريا، اريا 1، اريا 2، اريا 3، اريا 4 وهكذا. يبقى اذا الفيروس ديت يعني برين تيشو. ان عشان احس باي حاجه لازم توصل بوست سنترال جايروس. يبقى عشان احساس نهايته، معلش المرات حمال ده اقوله لان ده هيعمل له سكيما عشان كل البنت وين نعرفه. يبقى هنا عشان احس باي حاجه توصل بوست سنترال جايروس. طيب احنا قلنا الجايروس فيها اماكن مرقمه، اي جايروس بقى؟ البوست سنترال جايروس في اريا اسمها 3 1 2، اهي 3 الاول بقى 1 2. حد هيوصف ليه الكلام ده؟ نقول عشان اول ما اكتشفوا لقينا 1 و2، فلما يجي بعدها وراها عشان ما يغلطش الترتيب قالوا 3 1 2. لا اسم تاني، شوف انت يا جماعه خش جوه في ورا مكان. مش حلو مش حلو. يلا. الاريا اسمها 1 و2 لها اسم تاني. اسمها اوتوماتيك سنتري اريا 1 و30. اذا احنا كنا بنقول بس كده بقى قلنا تاني مع بعض ان من ضمن وظائف الريسبتور اللي هي ديتكت سنسيشن، وقلنا الريسبتور موجوده في البريفرال ترمينيشن اوف سنسوري نيرف. البريفرال ترمينيشن اوف سنسوري نيرف تبقى فين الريسبتور؟ بين الريسبتور وبين السنسوري كورتكس. عشان الاشاره العصبيه احس بيها واعرف اسم معين، هي بين الريسبتور في البريفرال
وبين السنسوري كورتكس في ثلاثة نيرون. ثلاثة نيرون. الفيرست اوردر نيرون لأي إحساس في الجسم دورسال روت جانجليوس. يبقى أول بس وهو بقى. الفيرست اوردر نيرون أول خلية عصبية بيمشي فيها السنسيشن بتاع الجسم كله وكله بقى تقول الجسم. بص هيدو النك كل فريق دوت على الجسم. الفيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجليوس. يعني من غير ما نفكر. اي احساس بين تابس ريتشارد فيرست اوردر نيرون اول خليه عصبيه تبقى الدورسال جانجليا. لما احس اي حاجه بدا يتلازم من الاول هجيب الريسبتور. نفترض ده لفين؟ الريسبتور جرينر فيلدي. الفيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجليا في نفس الناحيه. خدوا بالكم من نفس الناحيه دي ليه؟ لما اقطع هنا كده يبقى اللي حصلت من نفس الناحيه اللي لسه ما عداش. اللي انت قطعت ما حدش بقى يحسن هنا. اي احساس ليه؟ لان كل الاحساس بيخش السي ان اس من الاول عن طريق الدورسال روت جانجليا. يبقى اول قاعده واول كلمه فيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجليا اوف ذا سيم تايب. طيب الفيرست اوردر نيرون دي احنا قلنا الوقت الثاني ان السنترال نيرف له بريفرال برانش رايح للريسبتور. ولو السنترال برانش دخل على مين؟ على السي ان اس مش كده؟ السكند اوردر نيرون تاني خليه عصبيه هنا كده. يبقى عندنا هنا كده هي السبينال كورد نفترض وبعدين هنا كده كان في البرين ستيم صح؟ وادي هنا السكند اوردر نيرون. خدوا بالكم يا جماعه السكند حاجه من اثنين يا اما في الدورسال هورن بتاع السبينال كورد او في خلايا موجوده في الملوك الكونجاتا اسمها جراسيل او كونيس نيوكليوس. خد بالك معايا قوي. يبقى السكند اوردر نيرون ثاني خليه عصبيه بيوصل فيها اي سنسيشن يا اما في الدورسال هورد بتاع السبانال كورد او في المضله الكونجاتا. عشان نفهم اللي في المضله الكونجاتا الخليه اسمها ايه؟ اهو لابسه يطلع ويجي هنا ويعمل ريلي يعني يطلع مدرسه يشغل الكاميرا. بس خدوا بالكم في نفس الناحيه لسه ما عداش. يبقى السكند اوردر نيرون يا اما في الدورسال هورن والسبينال كورد يا اما في الدورسال لونجات. نحفظها من دلوقتي. السكند اوردر نيرون بتاع الفاين تاتش اللي هو حاجه اسمها تاتيل لوكاليزيشن وتاتيل ديسكريمينيشن ومعاه برضه فايبريشن تنس ومعاه ستيريو نوزس كله في الدورسال لونجات. والكونشس بروجريسيفتيف سنسيشن الكونشس بروجريسيفتوس كان برضه في النظام الكونجات. يبقى تاني السكند اوردر نيرون بتاع الفاين تاتش اللي هو كابتال لوكاليزيشن وديسك كابتال ديسكريمينيشن والفايبريشن تنس والاستيريو نوت هشرحها واحده واحده طبعا. والكونشس بروجريسيفتوس سنسيشن السكند اوردر نيرون في المظله الكونجات. فين في المظله الكونجات؟ في حاجه اسمها جراسيل او كونيت نيوكلير. حد كده ماشي؟ طب خدوا بالكم انا قلت جرافيل او كونيت. الجرافيل لمين؟ للاحساس اللي جاي من لور بارت اوف ذا بودي. يبقى الجرافيل للي جاي من لور بارت اوف ذا بودي. والكونيت للي جاي من الابر بارت اوف ذا بودي. اه يبقى الكونيت ده كتاب صحيح. لكن هنيجي لحد يقول لي ايه يعني ايه لور بارت ويعني ايه ابر بارت. اللور بارت اوف ذا بودي اللي هي محموله بالدورسال روت بتاع مين؟ بتاع الساكرا وبتاع اللمبر وبتاع اللور ليفت ثوراسيك سيجن اللي ماشي في دي او في دي او في دي بعتبر اللور بارت الزاويه. يبقى اللي طالع بالدورسال روت جانجليا بتاع الساكرا سيجن او اللمبر سيجن او اللور ثوراسيك سيجن بعتبر اللور بارت الزاويه. عرفتوها خير ما عرفتهاش من اللور بارت وخلاص. يبقى الجراثيل بتاع الاحساس اللي جاي من اللور بارت والزبون. والكونيات بتاع اللي جاي من الابر بارت والزبون. ايه الابر بارت بقى؟ هيبقى الابر سيست ثراسيك وكل السرفايف. تمام يا جماعه؟ يبقى تاني الفيرست اوردر نيرون بتاع اي احساس في الجسم دورسال روت جانجليا في نفس الناحيه. السكند اوردر نيرون الخليه الثانيه يا اما في السبينال كورد يا اما في المظله الكونجات.
اللي موجود في المظله بتاع مين؟ بتاع الفاين تاتش والكونشس بروبروسيبتيف سنسيشن، ومعانا الفايبريشن سنس، ومعانا الستيريو جنود. ده السكند نورمال نيرون. في البراسيل اللي جاي من اللور بارت اوف ذا بودي، وفي السكنيات اللي جاي من الابر بارت اوف ذا بودي. طيب اللي بيعمل ريليت للسبينال كورد مين؟ نشوف مع بعض حاجه صغيره معلش. احنا كنا قلنا برضه في اول مره مع بعض ان الدورت الغور بيحتوي مينلي على سيلفري نيرون، صح؟ اه، بس مؤثر لطبقات. خدوا بالكم بقى معايا، مؤثر لطبقه ليير واحد، والكلام ده هقول تاني ان هينفعنا في الفسيولوجي والتشريح والفسيولوجي. ليير واحد، وبعدين ليير اثنين، وبعدين ليير ثلاثه، وبعدين ليير اربعه، وبعدين ليير خمسه، وبعدين ليير سته، وبعدين ليير سبعه. ده هي الدورت الغور. ماشي يا مان؟ خدت معايا قوي بقى. لير واحد وخمسه بتعمل سكند اوردر نيرون للرابط بين، ما ننساش. يبقى الرابط بين هتريح في لير واحد ولير خمسه. يبقى لير واحد طبقه واحد وطبقه خمسه ده بتاع الرابط بين. الاول. طب اثنين وثلاثه. بيسموها سبستانشيا جيلاتينوزا وفرولاندي. يبقى لير اثنين وثلاثة اللي اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا وفرولاندي سكند اوردر نيرون لحاجتين، للسلوب ان وللتمبريتشر. يبقى لير اثنين وثلاثة سبستانشيا جيلاتينوزا وفرولاندي هي السكند اوردر نيرون لمين؟ للسلوب والتمبريتشر. طيب لير أربعة وخمسة بيسموها المين سنتري نيوكليس. المين سنتري نيوكليس بتعمل ريلي للكروس تاتش. خدوا بالكم معايا بقى اهو. الفاين تاتش كان بيريح في الغلط من الناحية. الكروس بيريح فين؟ في المين سنتري نيوكليس بتاع الدورسال روت. ليه سبع اسمها كلارك نيوكليس. ليه سبع اسمها كلارك نيوكليس ده بتاع مين؟ بتاع الان كونشيس بروبريسبتيف سنسيشن. خدوا بالكم انا قلت كونشيس بيريح فين بقى؟ في الجاسوسونيت مش كده؟ وقلت ان كونشيس بيريح في كلارك. يبقى اول فرق السؤال اللي جه في الدور الاولاني السنه اللي فاتت الباك واي بتاع البروبريسبتيف سنسيشن. كان من ضمن الكلام كونشس وان كونشس. يعني ايه كونشس وعن ايه عن كونشس؟ كونشس اللي بيوصل سريبرال كورتي، كونشس اللي هو السنس اوف بوزيشن موفمنت اللي هو اشتريناها بعد شويه، بس دلوقتي نركز قوي. الكونشس بيريح في الجراسيل او الكونيت. براسيل لو من اللور بارت اوف ذا بودي، وكونيت لو من الابر بارت اوف ذا بودي. الان كونشس السكند اوردر نيرون كلارك نيوكليس في السبينال كورد اللي يعتبر رقم سبعه. يبقى تاني مع بعض احنا قلنا تقريبا كل اللي هي كل مطلوب في سكتنا. يبقى فيرست اوردر نيرون لكل السنسيشن دورسال روت جانجليا في نفس الناحيه. سكند اوردر نيرون يا اما في المدلل الزنجات جرانولا وكونيت، يا اما في السبينال كورد. والطبقات بتاعته قدامنا اهي. لير واحد وخمسة بتاع الرابط بين. تعالوا تفهموا واحد دي في المارجنال انها على السطح يعني على المارجنال. اثنين وثلاثة اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا وفولاندي. ده ريلي للاي تي ال اي للسلوبين والتمبريتشر. لير أربعة وخمسة اسمها مين سنتر نيوكليوس. ده بتاع الكروس تاتش. لير سبعة كلارك نيوكليوس. بتاع الان كونشيس بروبريسبتيف سنسيشن ولغايه دلوقتي في نفس الناحيه. يبقى لغايه دلوقتي قلنا اول حاجه دور بروز داكن مش كده؟ ثاني حاجه يا اما في مظله الزنجات يا اما في مين؟ في الدوسه دور، صح كده؟ في نفس الناحيه برضه. خدوا بالكم معايا بقى. الاكسون بتاع السكند اوردر نيرون كروز اوف ذا سايد. الاكسون بتاع السكند هو اللي بيعدي الناحيه الثانيه. لو كنا في الزاويه فور بيعدي قدام السنتر كمان
وده كل هنا بيعدي من ضغط من جاي. يبقى الاكشن بتاع السكند اوردر نيرون كروس الاوبزيت سايد اهو، اتفقنا؟ طيب بعد ما يعدي الاوبزيت سايد الثاني اهو بيطلع اهو، اول ما يطلع في البريم ستيل وهو ماشي بينزل فوق كده بنسميه النيرف كاب. ليه النيرف كاب؟ من غير ما نذاكر كلمة المنسكة هي الأكسون اوف سكند اوردر نيرون افتر كروسنج عند اكسند امبريد ستيل. يبقى كلمة المنسكة عبارة عن من غير ما نذاكر، يبقى لها اوريجن بدأ منين؟ بدأ من السكند اوردر نيرون، بس فين؟ بتاع لغز الطريق صح؟ دي كل الكلام ده. لما اقطع هنا كده هاخد الاحساس في لغز الطريق لانه جايبها من الناحيه الثانيه. يبقى تاني، يبقى السكند اوردر نيرون كروس للاوبز سايد واستند، هنسميها استندنج تراك ماشي، لكن وهي ماشيه في البريد ستيم ما هي برضه استندنج تراك بس بنسميها لمنسكس. يبقى بنسميها لمنسكس امتى؟ لما هو طالع في البريد ستيم. يبقى الاكس والسكند اوردر نيرون بتبقى استند، وديورنج الاستند بتاعها وهي في البرين ستيم بنسميها غنسكر. طب الثيرد نيرور بقى في الاورد الطلبه، خدوا بالكم، هيز الاولاني في نفس الناحيه وادي الثاني في نفس الناحيه. طب الثالث في الطلبه، الطلبه في مين؟ الاورد الطلبه. خدوا بالكم يا جماعه بقى، احنا قلنا قبل كده اول مره برضه بسرعه كده ان البرين في حاجه فوق اسمها سيريبرال كورتكس، خفيف، وبعدين فيها كلمة كورتكس سريبرال كورتكس ده عبارة عن جري مطر، يعني فيها خلايا عصبية والألياف العصبية أما من ايه؟ صح الكلام ده؟ وبعدين فيه وايت مطر الألياف العصبية النازلة من ايه؟ في وسط الوايت مطر في شوية خلايا عصبية كده حبة هنا كده، دي اسمها لينتي فورم نيوكليس، لينتي فورم نيوكليس، ودي اسمها توديل، والحتة دي اسمها صدر. لو انت خدت بالك كده ايه؟ الحته دي اهي ماشي؟ وادي الكوليت هنا كده والطلبه الثانيه. يعني بالظبط كده، لو قلنا كده دي الكوليت نيوكس. وهنا اسف دي اللينك فورم نيوكس. تمام؟ وهنا كده ادي الكوليت والطلبه. المكان اللي بينهم مش فراغات، لا، ده المكان ده التراك اللي طالعه والتراك اللي نازله ماشيه فيه. اللي هي الحته دي كده. لا انتيرو ليب اهو، ولا هيليو اهو ربع، ولا انتيرو ليب اهو، هات الانتيرو ليب وادي الركبه وادي البوستيرو ليب. الحته دي كده اسمها انترنال كابسول، واغلب الترومبوزس والبلمبوليز دي زي ما بيحصل فيها لان الشريان بتاعها ماشي حواليها كده، فعامل هنا انجل فجاي فيتحمل في حاجه هنا تقفل فتبوظ البوستيرو ليب، فيعني مش هيخلص. لما كنا خدنا في الليفل كلمه بسرعه كده ان دي كورفيت انيمال برضه ستاتس يقول لك ايه؟ ليجن في الفيلا كبسول، ما هي دي الفيلا كبسول بقى. يبقى الفيلا كبسول عباره عن ايه؟ عباره عن الفايبر اللي طالعه ونازله البرين. لها انتيرو ليم مش عايزينه دلوقتي. ولها جيليو مش عايزينه. ولها بوستيرو ليم. البوستيرو ليم دي حته قدام وحته ورا. كل الاسندنج تراك بتطلع بالبوستيرو هاف والبوستيرو ليم في فيها كده. يبقى كل اي حساب جاي من الجسم بيمشي في البوستيرور هاف اوف بوستيرور ليم اوف انترنال كبسول، يبقى قاعده. يبقى هنا كله بعد الطلبه لما وقف في الطلبه الثالثه، فين في الطلبه؟ بتاع الجسم كله بيقف في نواه الطلبه. وكلمه نواه يا جماعه مجموعه معناها مجموعه من الخلايا العصبيه ذات الدي ان ايه كلها وظيفه واحده. يبقى كلمه نيوكليس لو تذكر، يبقى لما اقول نيوكليس في الطلبه اسمها فنترال بوستو لاترال نيوكليس في الطلبه، هو الاسم كده. ونعملها ازاي؟ ادي الطلبه مثلا لها جزء قدام فنترال وجزء ورا، يبقى بوستير مش كده؟ طيب فنترال اهي دي كلها الفنترال، الحته دي بقى بوستير البارت بتاع الفنترال، يبقى فنترال بوسترو لاترال، ما هي ميديا لاترال، هي موجودة هنا كده.
فاهمه؟ يبقى كلمه دي هي ده تاني مع بعض. كل الاحساس في الجسم بيأتي مين؟ في الفنطة قاعدة. كل الاحساس من الجسم كله، انا ما قلتش ايده برضه. بيقف في الفنطة الثالثة بقى. فنطة بصوا لاترال ليوبز وصبرا. بس يسمى اثنين اوبز الطيب. اوبز صح؟ يبقى فنطة وبصوا لاترال. وبعدين يطلع يروح فين بقى؟ اهو يمشي في البوستيرو الرهاب. والبوستيرو ليمب. وبنتيرنا الكسول. وهو ماشي بنسميه بقى بنسميه سنسوري راديشن. يا بعد الصدمة وهو طالع هنا بنسميه سنسوري راديشن. يطلع فين؟ اهي للسوباتيك سنسور اريا واحد. يبقى نلخصها تاني من الاول عشان نطبقها على كل السنسيشن. الفرق بين الريسبتور اللي في الاطراف الطرف وبين السريبرال كورتكس احنا حس ثلاثة نيرون. الفيرست اوردر نيرون لكل الاحساسات كلها بلا استثناء من الجسم دورس الروت جانجليا اوف ذا سيم تايب. رقم اثنين السكند اوردر نيرون يا اما في المظلة الزنجاتة يا اما في السبايرال كورد اوف ذا سيم تايب. وفين في السبايرال كورد حسب نوع الاحساس كل واحد بصورة الغرفة لكن حسب النوع. لو كنا رابط بين يبقى فلير واحد زي ما قلنا لير واحد ولا واحد وخمسه. يبقى لير واحد ولير خمسه لو كنا رابط بين. لو كنا سلوبين او تمبريتشر في السبستانشال لاس نود اوف رولاند وعرفنا ان هي لير اسمه ثلاثه. لو كنا كروس تاتش يبقى لير اربعه وخمسه اللي هي المين سنتر نيوكليوس. لو قلنا ان كونشس بروبريوسبتيف سنسيشن يبقى ليها سبعه اللي هي الكوارك نيوكلي. ده السكند اوردر نيرون اللي بعد الاحساس. طيب بتبقى في الجراثيم او الكونييت نيوكلياي اللي موجوده في المظله الفنجاه. لو قلنا بالنسبه للفاين تاتش والكونشس بروبريوسبتيف سنسيشن والفايبريشن تنس والستيريو مود. الجراثيم من لور بارت اوف ذا بودي. والكونيات من الابر بار دي بقول الكلام ده. لما نيجي في الفايبريشن في الامتحان اللي عامله في السنه وامسك شوكه رنانه واحطها هنا واقول لك ايه الكرافت اللي حملاها؟ تقول لي جراثيم او كونيات. طب ازاي؟ ده دي ابر يبقى تقول لي على طول ايه؟ على طول ايه كونيات؟ شفت؟ ما احنا مش حافظينها بقى جراثيم كونيات. لما احطها هنا تقول لي لا ده كده ايه؟ جراثيم مش كده؟ هنا دول كونيات. لما يكون هنا ده هيدو نيك ملهاش دعوه ده حاجه ثانيه خالص. دي اسمها ترايجين ولا بنفسها. حاجة ثانية غير دي خالص، اتفقنا؟ يبقى تاني يبقى قلنا دلوقتي فيرست اوردر نيرون دورسال روت جاي في نفس الناحية. ليه من الكلام ده؟ إن بناخد كل ده كله لأن اللي يهمنا كل اللي جنب بعد كده. فلما أبقى عارف الفرق كلها أعرف المقاطع هنا اللي يتفقوا. السكند اوردر نيرون يا إما في الدورسال هول يا إما في الدورسال بونجات. الأكسون بتاع السكند وفرنت اوف ذا تايب. وهو طالع في البريد ستيم بنسميه المستر. طب السيرد كل الاحساسات سنترال بوسترو لاترال نزل الصلبه اوف ذا اوف سايد. يطلع بعد كده في البوستيرو الهاف والبوستيرو ليم وفي الزاويه كبسول. يطلع يروح فين؟ للبوست سنترال جاير اريا 3 1 2 اللي هي السوماتيك سنتر اريا. اتفقنا يا جماعه؟ اه ده الكلام العام لكن كل حاجه بقى في الوسط كده بفيها اكسبشن. لا ندري ان تاريخ كل الاحساس كروس اوف سايد. يعني اللي يوصل للناحيه اليمين جاي من الشمال صح؟ والعكس صحيح. تاني كل الاحساس بيقف في الصلبه ما عدا حاجتين. كل السنسيشن بتقف في الصلبه قبل البرين ما عدا السريبر ما عدا حاجتين بس. الاثنين ولو ان دلوقتي كله برضه في الصلبه لكن لحد دلوقتي ناخدها. الاثنين مالهاش دعوه بالصلبه. والان كونشس بروبريوسبتيف سنسيشن يبقى كله ريليف الصلبه ده بتاع الجسم كله ما عدا مين؟ ما عدا السميل ريزولفكشن وما عدا الان كونشس بروبريوسبتيف سنسيشن. ده ملوش دعوه بالصلبه لكن برضه نقول يعني احتياطي السميل ساعات نقولها بعد شويه او ايه لا اكسبشن بتاعت برضه في حاجه اسمها دورزو ميديال نيوكليوس الصلبه. بس دلوقتي لحد دلوقتي كده السميل والان كونشس ملهاش دعوه بالصلبه.
يبقى ده جنرال بانكريز. وبعد ما ناخد الشنر بس نيجي نتكلم بقى دي في معاكم، لكن لما نيجي نتكلم على اي حاجه هنشرحها واحده واحده. بس دلوقتي نفترض ان اتكلم على الفين، انا اقوله بسرعه واعيده تاني. نفترض البس بتاع الفين، نقول الكلام ده ليه؟ لانه مكتوب في الكتاب مقطع حته قدام وحته ورا، ولما جيت في امتحان السنه اللي فاتت وانا صححته فعلا يقول لك البس بتاع كذا. برضه بدا اللخبطه، بقى الواحد متضايق جدا لان سهله قوي. الفين هنقول نفترض يعني الريسبتور فين الفين؟ الفيرست اوردر نيرون هي ثاني كذا في الفيرست اللي هو تفض عليه بس. الفيرست اوردر نيرون دور تابوت جانكيا مش كده؟ ايه اللي هزوده؟ هزود مثلا الرابط بين الفايبر دي تخينه شويه والدور رفيعه ما اعرفش ايه، لكن هظبطها. لكن انا عارف في دماغي ان اول حاجه دور تابوت ايه؟ جانكيا. طب حاجه اتغيرت. احنا قلنا مجموعه من النيرف فايبر داخل السي ان اس يسمى ايه؟ يسمى تراك مش كده؟ فانا خلاص اول ما يخش السي ان اس اسميه الفاورد تراك. هتسميه بقى؟ طب مفيش مشكلة، ما هو السنترال ديفرنس بتاع مين؟ بتاع السنترال روت. طب السكند اوردر نيرون ليير 1 و5 الاكس تعدي الناحية الثانية واسند بايد وصلاح، اما يبدأ من غيرها تبقى لاترال سبايد وصلاح تراك. تنتهي فين؟ في السنترال بوستر لوزن سبايد. تمشي فين؟ في الدستور هاف دستور ليير. تطلع فين؟ للاريا 3-1-2. يعني اقول دي حاجة قديمة هنمشي عليها واحدة واحدة بعد كده. لغاية دلوقتي الجنرال رولز الحاجات العامه عشان نبدا حاجه حاجه بعد كده. فيرست اوردر نيرون بالجسم كله دورتا روت جانجليا. انا قلت الجسم ما قلتش ايده النك. السكند اوردر نيرون بتختلف حسب نوع الترنتيشن، يا اما دورتا الهورن يا اما مضلع بنجاز. مين اللي بيعدي الاكتر بتاع السكند اوردر نيرون؟ بيروح فين؟ بيروح للصلبه. فين في الصلبه؟ سنترال بوستر لاترال سلامه. بيطلع فين بعد كده؟ حاجه اسمها سنترال راديشن. يمشي فين؟ في البوستيريور هاف والبوستيريور ليف وكده كبسول. يروح فين؟ للبوست سنترال جاي. ده الحاجات العامه اللي كل حاجه لها اكسبشن، بس دي الحاجات العامه للسنسيشن. نبدا بقى مع بعض دلوقتي السنسيشن وننسى الكلام ده على نطبقه واحده واحده. حد عايز يصحى الاول؟ ها؟ نبدا بقى السنسيشن. ان شاء الله في مكان جوه لو عايز في بره. بنتكلم بقى على السنسيشن تاني. لما نتكلم على السنسيشن بنقسم حسب مكانها، حسب مكان السنسيشن، حسب مكان السنسيشن في ثلاث حاجات. في سوماتيك سنسيشن وبنحصل معرفش، في سوماتيك سنسيشن وفي فيترال سنسيشن وفي هايبو ثلاميك سنسيشن. السوماتيك سنسيشن زي ما انتوا عارفين في الامبريولوجي سوما يعني سكين ومصري. كلمة سوما يعني سكين ومصري. فإذا السوماتيك سنسيشن معناها كتينوس سنسيشن ومعناها بروبريوسيبتيف سنسيشن. اللي بيسموها كاينيتيك اهي كاينيتيك. اللي ساعات بيسموها ديب. السوماتيك سنسيشن كتينوس سنسيشن يعني ريسبتيف سكين. زي بتاع البين والتاتش والتمبريتشر واللايف بريشر. البروبر ريسبتيف سنسيشن الريسبتور في المصل والليجاتي والجيرز والكرتون نورت. البروبر ريسبتيف سنسيشن نوعين، في كونشيس وفي ان كونشيس. تاخد بالك في كونشيس وفي ان كونشيس منورها كده. كونشيس بتوصل سريبرال كورتكس اللي هيحسها، يبقى كلمة كونشيا لازم توصل للسريبرال كورتيك عشان احسها. احسها تبقى هي ايه بقى؟ ناخد بالنا. البروبروسيبتيف سنسيشن اللي هي جايه من المصل والليجامنت والجيرت والكبسول، وهي من ضمن الثلاث حاجات المطلوبين للاكوليبريم، الاتزان. الاتزان بتاع الجسم مطلوب ثلاث حاجات. مطلوب له بروبروسيبتيف سنسيشن، ومطلوب له فيجن، ومطلوب له في السيبلر ابريت. ثلاث حاجات. يعني دلوقتي كده مطلوب ثلاث حاجات للاتزان. ايه هما؟
البروبروسيبتيف سنسيشن والفيجن والفستيبلر ابريتس اللي قلت لك اهو من دلوقتي. البروبروسيبتيف سبيشال كونشس دي عباره عن ايه؟ السنس اوف بوزيشن، خدوا بالكم معايا قوي. سنس اوف بوزيشن عشان الحمد لله كلكم سلامي. لما تشوف دكتور ماسك طابع رجل العيان كده ورفعه لفوق ويقول له طبعك فين دلوقتي؟ يقول لي كامل الفرق. لا مش فارق، ده هو الليجن سيستين لسه خطير. يبقى السنس اوف بوزيشن، وخدوا بالكم برضه من اوله، اي سنسيشن بختبرها من غير فيجن، من غير فيجن نيجي في امتحان ونحط شهرة منها كده واقول لك دي ايه والطباط، تقول لي طيب ايش؟ اقول لك لا انا مش شايف، ما ينفعش. يبقى اي سنسيشن من اولها من غير فيجن، يبقى اول شرط اي من غير فيجن. يبقى تاني، يبقى البروبرو سيبت السنسيشن السنس اوف بوزيشن، ادي واحد. السنس اوف موفمنت بيتحرك ولا لا؟ السنس اوف بريشر، خدوا بالكم الكلمه اللي هقولها بقى، وماطل ستريتش اهي. يبقى السنس اوف بريشر والسنس اوف ماطل ستريتش، ايه الفرق بينهم؟ برضو مش مكتوبه في الكتب لكن بنعرفها في الامتحانات والعمل وما اعرفش ايه. لما اقول لك السنس اوف ماطل ديب بريشر يعني بروح جاي في ايدي وحاططها على حاجه وحاطط عليها تقل، لما تبقى ايدي سبورتد وعليها تقل اسمه سنس اوف ديب بريشر، لما تبقى ايدي معلقه في الهواء واحط عليها تقل يبقى في ماسل ستريتش. يبقى تاني، يبقى الديب بريشر اللي هي راح بقى نشوف وين تقل احطه على سبورتد هاند او سبورتد ماسل، ماسل وحاجه لاقيه على حاجه وسامده على حاجه يبقى اسمه ديب بريشر، احط تقل عليها. متعلقه في الهواء يبقى في ماسل ستريتش، يبقى ان سبورتد ماسل ستريتش. يبقى تاني مع بعض، الكونشس بروبروسيبتيف سنسيشن رقم واحد بتوصل السيريبرال كورتكس، يبقى بحسها ايه هي؟ السنس اوف بوزيشن، السنس اوف موفمنت، الديب بريشر، الديب بين، المسل ستريتش، والريليشن اوف بودي بارت اتش اذر اند توصل راوندنج. يعني ايه؟ صوابع كده بعيد ولا قريبين من الوسط؟ يبقى ريليشن بين ايه؟ بين البودي بارت، بينه وبين الارض وانا ماشي، ماشي كده؟ اول ما احط رجلي على الارض بقدر المسافه بينه وبين الارض، فمن غير ما ابص خلاص ماشي كويس. لكن هاخد مرض هتاخدوه اللي في الديستربنس يقول لك ايه؟ العيال اللي عنده فرق في البروجرس سيمتمز اللي هو ماشي يرش يدخل فوق ويخبط جامد في الارض لانه مش عارف المسافه فين، لانه مش قادر يقدرها. يبقى تاني، الكونشس بروجرس سيمتمز سنسيشن، السنس اوف بوزيشن، السنس اوف موفمنت، الديب بريشر، الديب بين، الريليشن اوف بودي بارت اتش اذر وتوس الراوند اند باي ويتش بودي اكوليبريم از مينتين، اللي بيها بظبط الاكوليبريم. طب انا قلت الاكوليبريم البروبروسيبتيف سنسيشن والسيجن والفستيبر ابريت، عشان كده قريب قوي بعد الفرضين ثلاثه بقول لك ايه؟ اللي عنده ليجن في البروبروسيبتيف سنسيشن لما يجي يقفل وش الصفر يبقى احمد انا يقع لانه مش قادر ياخدها على الاتزان، ما هو دلوقتي وما فيش بروبروسيبتيف سنسيشن مغمض عينه مفيش فيجن يبقى لازم يقع. ده تاني مع بعض، ده الكونش. امال الانكونش؟ الانكونشس برضه بيحضر مصدر التول ويحضر التزام ما احنا قلنا لكل البروبروسيبتيف بس ما بيوصلش السيريبرال كورتكس. امال بيروح فين؟ بيروح للسيريبيلا اللي هو ايه؟ السيريبيلا الواحد، وبيوصل للبيلو جانجلي الاثنين، وبيوصل للتيبلر فورميشن الثلاثه، وبيوصل للتيبلر نيوكليات اربعه بس ما بحسش بيه اللي هو ايه؟ واحد عايش تحت ميه، واحد بيجري عمال اتحرك المفاصل يتزنق بيها بس بيظبط بقى الاستزاز. اللي هنا ان الانكونشس هي نوت ريتش سيريبرال كورش. لكن راحه فين؟ راحه للسيربيلا، راحه للبيزل جانجليا، راحه للسيبلر فورميشن، راحه للسيبلر نيوكليس تو ادجاست الاكوليبريم اند نوت الزول. ما احنا قلنا في الاول ان البروبلم كلها بتاع مين؟ بتاع الاكوليبريم صح؟ يبقى تاني مع بعض ما تلخبطش. سوماتيك سنسيشن بالسكن والمطر اهي فينوا ودي بروبروسيف هنا البين والبريشر والتاتش والتمبريشر. هنا احنا قلنا بقى كونش بتوع الكونش صح؟ طيب لما استخدم الريسبتور بتاع السيتيلوس مع دي سنسيتيل ريسبتور يبقى اسمها ميكسد او كومبايند سنسيشن. يبقى هنا مع بعض اسمها ميكسد او كومبايند حاجتين، الفايبريشن سنس
والستيريو جنود دي بقول الكلام برضه سؤال كان يقول لك ايه بقى بالظبط الكومباين سنسيشن يبقى عايز تفرش مين هناك الفايبريشن والستيريو جنود فايبريشن سنس طبعا الستيريو جنود هنشوفها بعد كده اتعرف على الحاجه من غير ما اشوفها انا قلت من غير فعلا وهي لها نفس الباس وايه بس تكمل اللي هي اسمها 5 و7 هنشوفها بعد شويه كان مع بعض الاستوماتيك سنسيشن الكتينوس والبروبروسيبتيك سنسيشن لما شغل الاثنين مع بعض يبقى اسمها كومبايند او بيكتل مش كده اللي هي فايبريشن وستيريو ايه طيب الفطره سنسيشن زي الفطره الدين وزي حته الفولس اوف بلادر الفولس اوف ريكتم ده كلها من الفطره الهايبوثالامس سنسيشن لما نسمع كلمه هايبوثالامس سنسيشن زي السنس اوف هانجر اللي جعان مثلا او سير التعطش او سير الخوف او السكشوال ديزاير ده كله اسمه ايه؟ هايبو ثالاميك سنسيشن لا اسم تاني اسمها اورجانيك اسمها اورجانيك سنسيشن عشان لما نيجي مثلا في السيدني نقول لك السيرس از ذا موست امبورتنت اورجانيك سنسيشن هي بتحس فين؟ اه الهانجر زي نفس الكلام يبقى الهايبو ثالاميك سنسيشن اسمها اورجانيك سنسيشن زي سير الخوف زي الهانجر زي السيرس زي السكشوال ديزاير يبقى ده انواع سنسيشن حسب مكانها يبقى في اوتوماتيك سنسيشن اللي هي كونتينوس وبروجريسيف وفي فيرتشوال سنسيشن وفي هايبوثلاميك سنسيشن نبدا مع بعض دلوقتي نشوف الكونتينوس سنسيشن الكونتينوس اللي هي السكيل يعني ايه من السكيل اول واحد فيها البي شوف مع بعض بقى لما اتكلم على البين برضه البين حسب مكانه في كتينوال بين سكن وفي ديب بين المصل وفي فتره البين والفتره صح؟ يبقى البين حسب مكانه لو اتكلمنا دلوقتي على البين جنرال تعريف البين لما نيجي نعرف البين واحد اللي عنده صداع طب ده بين واحد اللي عنده مرض طب ده بين واحد اللي عنده تقم ده بين يبقى اذا البين ملوش تعريف دقيق لكن نقدر نقول بليفر سنسيشن احساس غير مرغوب فيه يبقى البين ان ليزر سنسيشن احساس غير مرغوب فيه ادي واحد طب ما احنا بنقول قبل كده ان عشان احس بحاجه لازم يكون لها ستيمولس مش كده؟ طب ما هو الستيمولس تيشو دامج يبقى الستيمولس بتاع البين تيشو دامج اللي هو ريزلت فروم تيشو دامج اي دامج في التيشو اما هو الدمج بتاع التشو حاجه من ثلاثه يا اما حاجه ميكانيكال يعني حاسه ضغط فجاب حاجه يا اما الحراره ازيد من 45 درجه يبقى ثيرمال دامج يا اما مواد كيميائيه ازيد من اللازم يبقى كيميكال دامج صح؟ يبقى تاني مع بعض البين ان بليزر سنسيشن خلاص ريزلت فروم تيشو دامج طب بيقدم ايه؟ بيديله ايه؟ فايدته حاجه مهمه جدا واحد عنده لما متضايق في طفل مش مستريح في حاجه بيدور على حل يبقى النويز اديشن تو بارت فيو يبقى الوجع من ضمن ميزاته ان بيجبر اي حد فينا عشان يشوف له حل رقم اثنين بيعمل بروتكتيف ميكانيزم يبقى ليه تو بروتكتيف ميكانيزم ايه البروتكتيف ميكانيزم دي؟ حاجه من ثلاثه يا اما ورد نوع ريفلكس لما تشك الدبور بشيل ايدي بعيد يبقى ده البروتكتيف ميكانيزم يا اما اجي واحد عنده زايده لا العضله بعزتها منقبضه عشان ما تتكاش عليها جامد وتوجعني اكتر يبقى كونتراكشن اوف ماسلز اوفر ديزيز فيتر العظمه انكسرت لا المفصل هي بتاعت بدري واحد متدقق حاجه تعبانه صداع عمال يشوف له حل يبقى اذا البين اند ليزر كونديشن وريزلت فروم تيشو دامج وليه تو بروتكتد ميكانيزم ده الويز نوع ريفليكشن زي كونتراكشن اوف ماسل او سبازم فيها اوفر كتير في فتره او كونتراكشن او سبازم في الماسل على عظمه اللي فيها فراش طيب البين سبيسيفيك تايب اوف سنسيشن سبيسيفيك يعني ايه؟ لما احط ايدي في ميه دافيه بقول لي دافيه لما تسخن شويه بقول دافيه قوي كمان شويه بتوجع بتوجع ليا ما هيش نافذه من الاوفر ستيميليشن بتاع الجورن لا لما وصلت لتيشو دامج ايه الدليل؟
الدليل لو انا عندي صداع وخدت اسبرين البيل بيروح لان التاتش موجود، يبقى هو حاجه خاصه بيه بقى اهو. الثانيه الاماكن اللي ما فيش فيها سبرين الفيند بتاع البين ما بحسش فيها بوجع، بتلاقي مثلا بتوع النسا في قرحه في حدوق الرحم يمسك مكوه ويكويها من غير بين مش هيحصل حاجه. بتلاقي الشياط قصير قصير تتك عليه جامد جدا، ما فيش فين في النيرف اندنج، ما فيش وجع. اتفقنا؟ يبقى البين سبيسيفيك كونديشن، يعني له سبيسيفيك ريسبتور وسبيسيفيك لايت واي خاص بنفسه. اتفقنا يا جماعه؟ يبقى البين سبيسيفيك كونديشن. البين بري بوتل، يعني ايه بري بوتل؟ يعني في وجود الوجع اقدر سنسيشن انهبيت انت. وجود الوجع واحد لو جعان يقول لك انا في وجع، انا مش انا جعان ولا فاكر اي حاجه. الوجع من تسكين كل حاجه مش كده؟ لغايه دلوقتي قلنا البين ده اهم ديزنتيشن وجاي من تيشو دامج وبيؤدي للريسبتيف ميكانيزم وهو ديزنتيف سنتيشن وهو بري بوتال سنتيشن. الريسبتور بتاعته 3 نيرف اندنج، زي ما احنا قلنا ان كل ريسبتور لها تركيبه معينه ما عدا السبرين نيرف اندنج. اما تحس بايه؟ ثلاث حاجات. يبقى السبرين نيرف اندنج ثلاث انواع، واحده بتحس بالميكانيكال دامج بسميها ميكانو سينستر فري نيرف اندنج، واحده بتحس بالثيرمال دامج ثيرمو سينستر فري نيرف اندنج، واحده بالكيميكال دامج بسميها كيمو سينستر فري نيرف اندنج. يبقى الريسبتور فري نيرف اندنج. الحاجه الثانيه الميكانيكال دامج او الميكانيكال دامج او الثيرمال دامج بعد ما يعمل استيميليشن للريسبتور بتاعته اللي يطلع مواد كيميائيه تشغل الكيمو تنفس رينال فيلد. بدليل لما واحد منا بيتشك في الدبوس اول ما يتشك تحس انه وجعني وبعد شويه يقول لك ايده كلها تنعك عليا، يبقى كان الاول دول اشتغلوا ويطلعوا مواد كده شغاله في مين؟ الكيمو تنفس رينال فيلد. بدليل من صفات الاولى ان لما الدم يقل القلب يتجمع الميتابولايت وتشوف ايه تعمل بيه؟ لو بنجاي مش كده؟ يبقى اذا كان كيمو هيك. الحاجات اللي بتطلع الحاجات المديشن في البين، البين بريديوسنج فاكتور اللابتيك اسيد، احفظها مع بعض، اللابتيك اسيد، البوتاسيوم، الهستامين، السيروتونين، البروستاجلاندين، الموست بينفول الكاينين، السبستانس بي، البروتليتيك انزايم، ده كلها اسمها بين بريديوسنج فاكتور. يبقى الاستيمولس اللي هيعمل بين عادة إذا كان ميكانيكال أو ثيرمال برضه بيطلع مواد كيميائية استيميليت الكيموسينيرسيس رينال بينجو. طب دلوقتي أنا أقول خدوا بالكم بقى، أنا كنت بقول الفيرست أوردر نيرون بتاع أي حاجة دور فادروس جامد صح؟ وخدوا بالكم يا جماعة جانجل ده جامد يعني فيها لا فيها كتير. خدوا بالكم هنا أنا بقسم أهو اللي خلي بقى عايزين نسرع الاكسون اللي جاي السبرين الفيندي اللي بتحس بالميكانيكال والثيرمال تفيد ايه دلتا فايبر اللي بيوصل بسرعه كبيره مدى من 5 ل 15 متر في الثانيه، لكن الاكسون اللي هيوصل بتاع الفيمو سنست سبرين الفيندي رفيع بيوصل من 2 من 10 ل 2 متر في الثانيه اللي هو اسمه بقى سي فايبر. يبقى لما يسمع كلمه سي او بي او ايه بقى معناها ايه؟ هو الاكسون بتاع السيلس اوردر اللي نور. اتفقنا؟ احنا هنشوف بقى الاختلافات بعد كده. طيب الجيم ريسبتور سلولي ادابتنج او نون ادابتنج. يعني ايه؟ ما احنا قلنا ادابتنج مفيش ادابتيشن يعني على طول ما فيش داخل طول ما في انتر مش كده؟ وهي وايد ديستريبيوتر. يبقى تاني مع بعض. لو قلنا حاجه كده بقى اهو الدين اند ديستريبيوتيشن وجاي من فيش دامج وبيؤدي لبروتيك ميكانيزم والسكرين الفيلنج الثلاث انواع بتوعه هم الريسبتور كده، وقلنا ان هو بري بوتال وهو سبيسيفيك والريسبتور وايد ديستريبيوت صح يا جماعه، والستيمولس بيدي للبين ريدوسنج بارسل. طيب نشوف مع بعض حاجه صغيره جدا اللي هي الاثنين وسطين جاي من الجيم كل اللي قلناه ده منطبق عليه، لكن ايه الفروق بقى؟ الكتين وسطين جاي من الجيم واللي جاي من الجلد ده له نوعين، لك كله كتين وسطين نوع بنسميه الميديا ونحط جنبه فاصل
ونوع تاني بنسميه الميديا دي بديليه ونحط جنبه الزوج. ده انا تاني بتكلم على الفين والفين اللي جاي من سكيل. الميديا فين؟ اشمعنى الميديا؟ لان الميديا في الفيلم بتاعت الدمج على طول بعد ما يحصل دمج احس بيه بسرعه. يبقى ده ايه ليه؟ لان بيتحس بعد مومنت بعد فتره من الدمج. يبقى كلمه الميديا دي خدنا منها اول مقارنه اول حاجه. يبقى الميديا فين؟ يبقى immediately felt after tissue damage. الديليت يبقى felt few moments after damage. طب بس انا فقط فقط ليه؟ لانه بيتنقل بالايه؟ دلتا فايبر سريع. يبقى فقط عشان كده وله شورت ديوريشن الاثنين. واصلا الايه فايبر اكتر حاجه بتوقف توصيل اشاره طبيعيه فيها الكومبريشن وافكتد بالذات الكومبريشن او البريشر. يبقى ثلاث حاجات كمان في الفرق اهو. يبقى الفرق قلنا فرق ليه؟ لان الاثنين بالايه دلتا فايبر وفي النهايه كاتبين ايه دلتا فايبر دي يعني ايه؟ ورقم اثنين له شورت ديوريشن. ورقم ثلاثه اللي هو افكتد ميلي يعني ممكن حاجات ثانيه اه بس بالذات الكومبريشن او البريشر. طب نيجي لهنا الاسلوب ايه؟ اه هنا يبقى بالسي فايبر. هنا يبقى لونج ديوريشن. هنا بتاثر باللغه الاناتيزيا. ادي كمان ثلاث فروق. يبقى ثلاث فروق التانيين. يبقى اللي هنا الفاست لين خارج باي ايه دلتا فايبر ولهم شورت ديوريشن وافكتد ميلي بالبريشر او الكومبريشن. فبالتالي اسلوب ايه؟ يبقى كانت بالسي فايبر وله لونج ديوريشن وافكت باللغه الاناتيزيا. اتفقنا؟ قبل ما نشوف المقارنات الجايه بقى نشوف نفهم نكتب مع بعض كده نشوف الباث واي بتاع البين اللي هو السلو للرجل. نشوف الباث واي بتاع البين بقى. الباث واي بتاع البين يعني انا عندي دلوقتي شراب البين او الميديا البين كده وعندي سلو بين. الريسبتور فري نيرف اندي قلناها. يبقى اول بس نبدا منين؟ نقول عشان نوصل نعمل ده كويس لازم نبدا بريسبتور لان فيه اثنين السريبرال صح جامده. طب نشوف مع بعض الريسبتور فري نيرف اندنج. طب ما احنا قلنا بقى في ميكانو سينيسس فري نيرف اندنج وفي سيرمو سينيسس فري نيرف اندنج وفي كيمو سينيسس صح؟ يبقى الفيرست الريسبتور فري نيرف اندنج الفيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجليا. طب ما احنا عارفين دي صح؟ الاكسون بتاع الفيرز الدورسال جانجليا انتر سبينال كورد بتخش سبينال كورد. ما احنا قلنا لما تخش سبينال كورد بنسميها ايه بقى؟ للتاور تراك. احنا قلنا كده بنسميها ايه؟ للتاور تراك. يبقى للتاور تراك دي هي الاكسون بتاع الفيرز اوردر نيرون بتاع البين صح؟ لما تخش سبينال كورد ركزوا معايا بقى ممكن اسند كام سيجمنت؟ من كام سيجمنت او تنزل كام سيجمنت في السؤال كله قبل ما تعمل ريليم. ممكن تطلع او تنزل قبل ما تعمل ايه؟ ريليم. يبقى تاني يبقى الفيرست اوردر نيرون دورسال روت جانجليا. الاكسون بتاع الفيرست اوردر نيرون بنسميه للستار تراك. للستار تراك اللي هو اسند من واحد لا سيجمنت او للسند ويعمل ريليم ايه؟ نقول له اثنين. يبقى غير كام يا جماعه؟ واحد وخمسه. يبقى سكند اوردر نيرون لير واحد وخمسه فين؟ في الدور ده الهور بتاع السبينال كورد ده السكند. طيب ما احنا قلنا السكند بتاعتي يبقى سكند اوردر كروس لوب ستايل صح؟ فين؟ انفرانت وسنتر الكلام قدام السنتر الكلام وارسل جاي من السبينال كورد وراح لفين؟ سنترال بوسترو لاترال نيوكلا كوستالر مش كده؟ فما غيرها كتير بيطلع زيها جمعياتها سموها ايه بقى؟ نيو خدوا بالك نيو سباينو سلامك كراك. يبقى المفروض دلوقتي من غير ما لما نيجي ناخد الاسندنج تراك ادي واحد. طب جاي منين؟ إيه؟ جاي من لير واحد وخمسه بتاع الدورتا الهرم اوفر ستايل صح؟ وبتنتهي فين؟ سنترال بوسترو لاترين بوسترو وبتحمل ايه؟ الرابط بين خلصنا. يبقى اي تراك جايه منين؟ راحه فين؟ بتحمل ايه؟ صح؟ طب ما هي جايه من ايه بقى؟ يبقى جايه من لير واحد وخمسه بتاع الاوبزيت تايم وبتطلع في السيف السنترال بوسترو لاتر يوم الطلبه مش كده؟
وبتمشي فين بقى تاني؟ في البوستيرور هارت بوستيرور ليف صح؟ ونعمل شويه وبتوصل فين؟ اريا 3 1 2 3 ادي الباس بتاع مين؟ الرابيد نو كولاترال. لما نخلص فيه الرياكشن يقول لك ايه؟ كولاترال من الباس ويه؟ راح للموتور النوكلياري راح ما اعرفش فين، لكن بنتكلم دلوقتي حاجه تاوي جنرال. يبقى الباس بتاع الرابيد دين هقول الكلام ده عشان اكمل مقارنه. طيب الرابيد دين جاي منين بقى؟ دولت دولت روت جنجل لابس اسمه للطور بتراك. الفايبر هنا بتاك ايه دلتا فايبر؟ كما احنا قلنا الرابيد بايه دلتا فايبر صح يا جماعه؟ تعالوا نشوف الاسلوب ايه؟ هناخد شو الاسكشن بقى. الريسبتور 3 بيرد امبي ماشي. الفيرست اوردر نيرون دولت روت جنجل الاكسون بتاعها اسمه برضه للطور ايه؟ تراك بس الفايبر فيه فايبر. الفايبر ايه؟ طيب السكند اوردر نيرون لير 2 و3 لير 2 وايه؟ اسمها سبستانشال بلاتينوز اوف لاند صح؟ يبقى ناخد بالنا بقى الفروق. الرام فين؟ الاي فايب اهي الفلوس دي فايب. الرام فين؟ السكند اوردر نيرون لير 1 و5 الفلوس ايه؟ 2 و3 صح يا جماعه الكلام ده؟ طيب يعدي الناحيه الثانيه وايه بقى؟ فاليو سباينو سيراميك بلانت فاليو سباينو سيراميك تراك يبقى تاني ضمن الفروق. التراك اللي بتحمل الرام فين اسمها نيو سباينو سيراميك تراك. اللي بتحمل اسمها ايه بقى؟ فاليو سباينو سيراميك تراك. ادي فرق تاني. طيب بتنتهي فين؟ دي مهمه جدا جدا جدا. الباب دي بقى تنتهي في ريتيكولا فورميشن النسيج الشبكي يبقى برخص في تريبل كور صح؟ بتنتهي فين؟ دي كانت بتنتهي في سبيسيفيك نيوكليوس بتاع الراجل فين؟ فبينتهي في مين؟ في سبيسيفيك نيوكليوس مش كده خالص. لا دي كانت بتنتهي نون سبيسيفيك نيوكليوس اللي هم حاجتين حاجه اسمها ميد لاين نيوكليوس طبعا وحاجه اسمها انترا لامينر. يبقى تاني في النهايات الرابط بين له خلية خاصة في الثلث وبالتالي بيروح لمكان معين في الكورتك وبالتالي قرايب. مش احنا قلنا ان كل مكان في البيت له مكان في الكورتك يبقى الرابط بين له قرايب لانه بيروح لمكان محدد في الكورتك. لكن الاسلوب ايه؟ بيروح لنمط سبيسيفيك جواز الثلث تروح لكل الاماكن في الكورتك يبقى نمط نص قرايب. يبقى الفروق تاني ماليش واحدة واحدة. إن الرابط دين لوكالايز اشمعنى؟ لأنه راح لأريا معينة في الكورتك. الأسلوب إيه مش لوكالايز؟ لأنه ما راحش لمكان معين في الكورتك. طب خطايط الرابط دين بريفنج شكة الستيتش كان واحد بيغير بيعمل الغرزة في الجلد لكن ده كان أسلوب إيه؟ ضل إيه؟ كنت ما أعرفش أوصفه. يجي يتنع عليا بس مش عارف أوصفه. بيرنج حرقان مش عارف أوصفه. تبقى هنا الرابط دين كان شارب دين لوكالايز دين. الاسلوب ايه؟ كان ضل ايكنج بين بين مش عارف اوصفه ونص لوكالايز. الرابط بين كله بيوصل سريبرال كورتي لكن انا 10% بس بتوصل سريبرال كورتي. التراك اللي بتحمله الرابط بين كان ليه سباينو سلامي تراك. الاسلوب ايه؟ كان فاليو سباينو سلامي تراك. ايه فرق الرابط بين؟ فايدته ويز درور ريفليكس ويز درور ريفليكس. امال ايه فايده السوق ايه؟ النويز ابيشن تو فايند فيور بيقعد يزرق في العيان عشان يشوف له حل. النويز ابيشن تو فايند فيور. البين عموما الكتين والبين مع سيمباثيك مانيفستيشن. يعني ايه سيمباثيك؟ الهارت ريت يزيد ضغط الدم يزيد هنعرف ان هو ماشي ادى مين؟ ادى للتكنول فورميشن صح؟ هيشتغل في الدكاتره. فدي الكلات اهي. ده الفرق بين الرابط دين والاسلوبين. بكره ان شاء الله نبدا من الاول نكمله ونظبطه شويه. نعم. لسه ما لحقش وقت. I'm going to go to the hospital.
Thank you.